السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. أخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاء معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نجمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. طبعا يا جماعة أنا آسف على التأخير في عدم تنزيل الفيديوهات الفترة اللي فاتت، لأن عقبال عندكم كان فرح بنتي نرمين يوم 27/9 اللي فات. عقبال عندكم جميعا، وانا بشكر الناس اللي كلمتني والناس اللي باركت لي على الفرح. عقبال يا رب عندكم جميعا ان شاء الله. حلقه النهارده يا شباب حلقه يعني ردا على اسئله متابعين عندي على القناه. في متابع عامل لي فيديو بتربيه ارضي، عندي شويه اسئله كده بيسالني فيهم، فيا ريت نكمل الفيديو، نشوف الفيديو بتاعه، نسمع الاسئله بتاعته، ويا ريت تكمل الفيديو معانا للاخر عشان انت تستفيد وهو كمان يستفيد. يلا نشوف الفيديو ونرجع نرد على الاسئله بتاعته اللي مكتوبه نيت نرد عليها بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملة يا ابو نرمين، اخبارك؟ تحياتي لك يا غالي وتحياتي لكل المتابعين. انا هم عندي 3 نتيان وذكر. 3 نتيان دول انتا كبيرة اهي، ودول لسه صغيرين، واحدة شنشلة والتانية بيضة برضك. وعندي هنا ذكر بابيون بابيون اهو، بس هو في شوية جرف مناخيره بس عادي ندويه. وهو بينزل شعر كتير قوي، بيغير شعره. عن لك قلت لي انت بغير شعره، هو بقى بينزل شعر كتير قوي. وعندي هنا شارلهم من الدواء اهو، ده شارته عشان يزيد الخصوبة، عشان عايز ارقح منه. شوفوا لي كده اذا كان بيزيد الخصوبة ولا لا اهو. وده شارته بردك فتح الشهية، فتح الشباب احطه على المية. وده اللي هو ملح معدنية اهو، ملح معدنية برضك بحط له ملح معدنية. وانا لسه رحت مقفل الشباك ده بتاع اكياس، عشان بيبقى في النهار سخن وفي الليل بيبقى برد عليهم، ممكن يعيوا ولا حاجة. وانا الحمد لله مدقق له معلفات في الحيط اهو. وهنا ده هو اللي بيقرا اللي هيولد فيه باذن الله، عشان انا عملت كله ده من التربيه الارضي بتاعت يوميات الخير، كله عامل زي يوميات الخير. والذكر عملت زي ما هم قالوا بردك، اعمل بتاع بابي فراش اللهم صل على النبي اهو، بس هو في جرب. شوف ابو نرمين، هو في جرب كتير قوي، بس انا بدويه على قد ما اقدر. وجبت له جرب سنت بتاع الجرب ده اللي بتاخد نص سنت تحت الجلد في الليل ونص سنت في النهار، بده له هم هم. وعندي بحط لهم ديزانون، بحط له ديزانون، بمسك له فرشه بتاعت سلال الاسنان ده واحط وحط كل مكان الجرب. بعد كده حطيت له ديزانون، ارش عليه ديزانون، حطيتها انا في بخاخه زي دي كده. وهذه دي شكرت العلف هاي القدس، شكرت العلف القدس هاي. وهنا هي البخاخة، وهي ابو نرمين هي دي البخاخة، واللي حاطط فيها دي الزنون، ودي الفرشة اللي انا بتعاكله بيها. وعندي هنا بحط له جرجير، وباذن الله البتاع اللي انا عامله ده اللي انا مركبهم في بعضهم ده، دي باذن الله الخلفة. اول ما اجيب الخلفة احطهم فيها. شوف اهو يا ابو نرمين اذا كان حلو ولا وحش، دقيقة بس. اهو يا ابو نرمين هو ده اللي انا عامله الخلفة، والباب اهو، الباب انا قافله من هنا. اهو يا ابو نرمين هذه كده الباب، وادي هم اهو، دخل فيهم الخلفة باذن الله بس لما يولدوا. ودي الجرجير بحطه لي، يعني بيقول يعني بيزيد الخصوبة وكده، انا عشان عايز القح، محتاج منه تلقح ومش قادر يلقح بين من الجرب وتغيير الشعر، وبغير شعر وجرب. وهو عامل 3 كيلو. والأرنبة البيضة اللي عايزة تكسر بتاع دي عاملة 3.5 كيلو وتوم. ودكي عاملة 2 الشنشلة، والبيضة دي بردك عاملة 1.5 كيلو. وبإذن الكبيرة ده هي اللهم صل على النبي، دي ما ولدتش اللي هي ولدة واحدة مش، ولسه شر الذكر ده جديد تربي. وانا طبعا كانوا اكلين، بس انا حشت كنت انا بنضف لهم، مش انا نضفت لهم،
والمكان كله بنرمين وعايزك تمسحنا ولا هتقول لي حط رملة طبعا في الأرض. أنا عارف بس أنا لقيتها تقيلة عليا ووحشة، مش هقدر أحط. أنا بحط لهم تبنة لسه بإذن الله، ضفت أحط لهم تبن تحتهم وخلاص. قفلت لهم الشباك وشوف لي بقى بنرمي إذا كنت هقفل التاني ده ولا ما قفلوش. وهو برضك فوق الباب بتاعنا، وادي اللمية حطيت لهم فيها أملاح معدنية للتلاتة نتي، وهنا برضك حطيت أملاح معدنية للذكر. بقول له اعمل ايه في الجرب ده، انا زي ما بقول لك كده وعايزه يلقح، مش لاقي حاجه خاصه زيت بالخصوبه لحد ما شريت ده قال هو بيزيد الخصوبه. مش عارفه اذا كان بيزيد الخصوبه، لسه قعدت 3 سم في حنكو. الجرب انا بدعكله بالفرشة على طول، بدعكله بالفرشة في الجرب ده وحط له بتاع دايزنون، برش على دايزنون بس مش عارف اعمل ده. وشوف الشعر، بص الشعر كتير قوي طارق. انت طبعا دلوقتي هتقول ده ارنب والده وانت حشت الشعر، لا ده كل الشعر من الذكر، كله ده شعر من الذكر، شايف شعر كتير قوي كمان تحت، كله شعر من الذكر ده بنرمي. انا عايز اشوف اذا كان الملح معدنية ده تنفع. معلش يا ابو نرمين بس الفيديو قطع. زي ما انت كده ما شفت الشعر، الشعر كله متبهدل الدنيا وهو مش راضي يلقى خالص الخصوبه بتاعته عامله خالص ده. احط له كده معلش بقى ابو نرمين عشان بس بصور له واحد، عايز كده تشوف الارنبه دي كده محمره ولا اظن انها محمره على الاخر اصلا. بس انا نصيب انا ما عنديش ذكر، الذكر لسه تعبان شويه لما يحلو هلقح منه محمره. وبرضك نفس الكلام البيضه دي محمره بس انا مش هلقحها دلوقتي، اهي البيضه دي برضك محمره بس مش هلقحها دلوقتي عشان لسه صغيره. اما الكبيره دي باذن الله اما الذكر اشتغل على طول راح ملقحها. كان فيها جرب وعالجته كله، ما فيهاش دلوقتي جرب ولا هي خفيفه خالص بس كده في الودن وبس راحه. وهنا برضك العلافات عالفهم بإذن الله. دلوقتي بحط الكوباية دي يا ابو نرمين، بحط انا الكوباية دي هي الكوباية دي بحطها على العلافتين دول وبحبم لها نص تاني للذكر وخلاص. كل يوم كده كل علفة اهو. وعايزك تقول لي هو علف القدس ده حلو ولا وحش، بس انا متاكل ان الهرم مش بتاكل فيه خالص، يعني مش بتاكل اللي هو ده عند اكتر من بتاع ده بتاع الشهر. والمكان كله جيد ما فيهوش اي حاجه اهو. الارانب ماشيه كل حاجه معاها لسه باذن الله. دلوقتي احط لهم تيب اهو، ولسه بقى اشد لهم هنا خراطيم كده ويشربوا منها الميه. بس انا لسه بعمل فيها، انا كنت ليه انا صورت لك فيديوهين برده قبل كده بس الارانب كلها ماتت بقى من زمان قوي كنت صغير انا. اما الحمد لله شريت تاني اهو، ظبطت بتاع كان عندي بطاريه 4 ادوار اللي بتبقى فوق بعضيها دي، علفة اهو العلفة اهي والبتاع اهي مواكلين. اللهم صل على النبي، هجيب له ده بتاع الجنجرجير ياكلهم خلاص. عايزك بقى بنرمي معلش تفيدني، والدواء ده تقول لي هو حلو للخصوبة ولا مش حلو، ودي املاح معدنية اهو. ورجعناكم تاني يا شباب بعد ما شفنا الفيديو بتاع المتابع بتاع التربيه الارضي، عنده ما شاء الله ذكر وثلاث نتيان، الاوضه واسعه عنده في المكان ما شاء الله، المكان عنده نظيف مكان كويس جدا. عايز اقول له بشرة ملحوظات، طبعا الشتاء داخل البرد داخل، فيا ريت ان انت تبدا تقفل المكان بتاعك كويس، تسيب فتحه كده صغيره لشفاط وتركب شفاط صغير لو زي ما يكون حتى يسحب الريحه اللي في المكان يطلعها بره ويغير لك جو المكان، لان برد الشديد في التربيه الارضي بيأثر على الارانب غير البطاريات. الارنب بيجري في مكان في كل مكان، فالبرد بيأثر على الارنب غير البطاريات. الارنب لما قريب من بعضهم في البطاريات فبيدفوا بعض، التربيه الارضي بتختلف. كمان انت حاطط جوز الزرعات جنب بعض، فيا ريت تخلي كل زرعه لا الزير اللي بيقولوا فيه كل زرعه في اتجاه مختلف عن التاني، دي نقطه.
النقطة التانية، أنت لازم تفرش حاجة على الأرض، لازم تفرش حاجة على فرش الأرض، نشارة تبني رمل، لازم تفرش أي حاجة على الأرض. تمام. عندك برضو أنت بقى تسأل تقول لي يا أبو نرمين الخصوبة عندك ضعيفة عند الأرانب، ده طبيعي الفترة اللي فاتت تطلع من موسم صيف، فالحر بيأثر على الخصوبة عند الأرانب. كمان الذكر ما فيش عنده خصوبة، لأن أنت بتقول الذكر عندك بيغير شعر، فطالما الذكر بيغير شعر فحتى ما تلاقيش الذكر عنده خصوبة. ليه بقى؟ اهتمام تكوين جسم الأرنب كله تركيزه في الشعر اللي بيقع من جسمه، عشان خاطر ايه؟ الشعر يطلع، فالتفكير اصلا مش في الخصوبة. كمان انت بتقول الذكر عنده جرب شديد جدا في مناخيره، انت بتستخدم الديزانون رش، بس الديزانون لوحده مش هينفع. ليه؟ لان انت اصلا مربي تربيه ارضي، فيفضل ان انت طالما عنده الجرب هنا كده هتجيب مرهم اسمه نيومن جوات، تطلع كده يا مهمين، ده مرهم اسمه نيومينج. اه يا جماعه مرهم نيومينج، تمام اهو، ده مرهم نيومينج، عرفت؟ اه حاجه محترمه جدا المرهم ده، حاجه كويس جدا يا شباب. هتقوم جاي حته كده على طرف ايدك او على الفرشه بتاعت معجون الاسنان، وتقوم داعك ودهن الحته اللي هي في الانف اللي فيها الجرب او في الودان او في الرجلين، ان شاء الله يومين ثلاثه تلاقي الجرد ده كله بدا يقع والقشر ده بدا ايه يتساقط ويقع ويبدا يطلع شعر مكانه من جديد. سالتني برضه قلت لي الارانب اللي عندك واحده 3 كيلو ونص وما ولدتش من زمان، ولدت مره واحده، وفي واحده 2 كيلو واحده كيلو ونص. فطبعا ال 2 كيلو دي اللي هتصلب التلقيح، كيلو ونص اللي هتصلب التلقيح، 3 كيلو ونص دي تعتبر هي الأرنبة السليمة. تمام؟ ابدأ نزل في الماء بقى، أنت عندك الأدوية كويسة جدا. نزل في الماء فيتامين أ د ثلاثة أهي، ثلاث أيام، راحة يومين، أملاح بتاعها أهي السيلينيوم ثلاث أيام، راحة يومين، أملاح معدنية ثلاث أيام. ابدأ نزل بجدول زي ما أنت ماشي كده، لأن أنت شغال بعلف سوقي، أنت شغال بعلف سوقي. ابدأ نزل الجدول دوت علشان الجدول دوت هيرفع معاك الخصوبة عندك في المكان. كمان برضو الإضاءة مهمة جدا، يعني الإضاءة في المكان برضو بتعامل من عوامل تزويد الخصوبة. تمام؟ طب أنت عندك دلوقتي الأدوية اللي عندك ما جابتش نتيجة، ممكن في فيتامين ه سيلينيوم حقن. فيتامين سيلينيوم حقن. هتجيبه تحقن بوق الأرانب بيرفع عندك من الخصوبة عندك في المكان. أهم شيء برضو العلف الجيد، المكان الجيد، النظافة، الحاجات دي كلها بتساعد على زيادة الخصوبة ورفع الخصوبة عندك في المكان. سألتني على العلف القدس بتاع العلف القدس دوت حلو ولا وحش؟ أنا ما أقدرش أحدد وأقول لك العلف ده حلو، العلف ده وحش، العلف ده كان، العلف ده كان، اللي بيحدد على العلف الأرنب. أنا ممكن أكون شغال بعلف ممتاز جدا بس عندي نظام شغل مش مظبوط، والأرنب عندي ما بينزلش وحجمها مش مظبوط. وممكن واحد يكون شغال بنفس العلف بالظبط بس المكان مظبطه ومهيئ جو المكان وتلاقي عنده الانتاج والتحويل كويس جدا. فيا ريت ما نحكمش على علف الا لما تجربه. ما جابش معاك نتيجه غيره. بحيث ان انت تكون مظبط جو مكانك، الرطوبه، التهويه، نظافه، نظام العلف، العلف له نظام. يعني ما تجيش علف جوه كده وخلاص. ما جاش اعرف في اي وقت وخلاص، لا ده في اوقات معينه تعرف فيه، صبح بالليل، حلقت 7 الصبح تلبسها 7 بالليل، ظبط نفسك على وقت. انا بكون عارف هيجي استناد في الوقت، في الوجبه له في نفس الوقت له، عشان لما ياكل يحول الاكل زيت ايه يبان عليه. طبعا يا جماعه اي حد محتاج ارانب سلالات تحت امر الجميع، محتاج بطاريات تحت امره. طبعا يا جماعه الفتره اللي جايه اللحم كويس جدا، اللحم وصل ل 45 جنيه من 43 ل 45 جنيه يا جماعه، ولسه ان شاء الله العمل هيزيد. فيا ريت الابطال الجدعان واشتغلوا، ابدا من الوقت، ابدا رب ارانب وابدا جدع واشتغل، ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.